يعني راح يعني هذا قاطع وادي حجر وادي حجر كل خلفكم يعني هذا اللي مثل هذا من دورة المكعبات دورة المكعبات من فوق مال وادي حجر يعني هاي المنطقة راح يحاولون طبعا راح يوزعون حاويات صغيرة على البيوت تعتقد مع المنظمات؟ التقينا مع المنظمة مباشرة وعملنا كتاب مباشرة المشكلة لحد الآن الآليات ما وصلت كاملة بس عوضوا ساحبات على ما يعني خلينا نقول اتصل الكابسات كم الغسل الطبيعي اللي هم رادوا اربع مواقع يعني قالوا ثلاثه او اربع مواقع تحددون يعني تتحدد مكاناته ويطلعون كشف عليها ومدارس يعني كرفانيه يعني كرفانات فطريقه الكرفانات قالت انه راح يجيبون كرفان ينزلون سرعة بالستار او عز انه كل قطاع ياخذ له ثلاث قلابات او اربع قلابات وشفر هاي بلش صارت كان عندنا سابقا المنظمه ما كنا سحبناها من خلص قطاع الربيع نفس الشيء صار قطاع الربيع نفس الشيء ثلاث قلابات او اربع قلابات وشفر مؤجل المشكله بالموافقه لتاجيل الشفر المحافظه ما عندها موافقه لتاجيل الشفر تاجيل بالاجتهاد يعني شخصي من ساعه الستار مثل تزريب على شكل البراغي يعني سويت يعني ما يطول شو كرفان اللي ركبوا الموقع ولا يجيبوه؟ يعني احنا في هذه الحاله المدارس اللي عندنا لازم بالسحب مال هاي دخلت تكون مثبتت هاي بس تجي الوجبه ما كرفانات انتهت راح ينبذون بيها انا لو قاعد اتكلم على مواقع جديده مثلا هنا تنقل لي مثلا مدرسه الموصل للبنين هاي الشفاء هاي ما ضمن الكشف الموجود هنا عندك خوش فهذه خليها يمك هذا على البرنامج اللي عندكم مليون زين وهذه الاربع مدارس اللي نختارها حسب الجديد هاي ما دخلها هاي مضروب مدبره اي استاذ السلام عليك هذه زين في ساحه دمشق للبنين